أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع السابع من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب تتعرف على مفردات مصطلحات جديدة، تقوم بتلاوة الآيات، تلاوة سورة الإسراء. تبين الآيات الكريمة أن كل إنسان مسؤول عن عمله وسيحاسبه الله عليه يوم القيامة. وتعرض الآيات الكريمة بعض مظاهر عدل الله تعالى مع عباده، وتتحدث عن سنة الله تعالى في التعامل مع الأمم. ووكل الله سبحانه وتعالى بكل إنسان ملكين ملازمين له لكتابة حسناته وسيئاته. موضوعات الآيات الكريمة التي هي سورة الإسراء: مسؤولية إنسان عمله، مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى، وعاقبة المفسدين. مسؤولية الإنسان عن عمله: إن كل إنسان مسؤول عن أعماله التي تظهر عنه من خير أو شر، وأن هذا العمل سيكون ملازما له ملازمة القلادة للعمر، لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، فيخرج الله تعالى له يوم القيامة سجلا مكتوبا دونت فيه أعماله كافة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كتبت فيه. تبين آيات أيضا مظهر من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله تعالى يثيب الإنسان على عمله، فإن أحسن واستقام فله الثواب، وإن أساء وسلك طريق الضلال فعليه عقاب، كما أن الإنسان يوم القيامة غير محاسب على ذنب غيره ولا مسؤول عنه. إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فلا يعذب سبحانه أحدا لم تصله دعوة الرسل. أما عاقبة المفسدين فتشير الآيات الكريمة إلى سنة الله تعالى في الأقوام السابقين الذين عصوا أمر ربهم ورفضوا دعوة أنبيائه ورسله، وكذبوهم وانحرفوا عن طريق الهداية، وانغمسوا في الشهوات والملذات، واستعملوا نعمة الله تعالى في معصيته والإفساد في الأرض والظلم، فوقع عليه العقاب والهلاك الذي لا مرد له. وتحذر الآيات الناس من عدم الاستجابة لأوامر الله تعالى لكي لا يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العقاب والدمار، إنهم انحرفوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الضلال والفساد في الأرض، مثلما حدث مع الأقوام التي جاءت بعد قوم سيدنا نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. ما المقصود عزيزي الطالب بكلمة الترف؟ الترف هي تجاوز حد الاعتدال في التنعم وإشباع الرغبات والوصول إلى درجات الطغيان. أيضا الله سبحانه وتعالى لا يخفي عن الإنسان شيء، فهو عالم بما يقوم به الناس، بصير بأعمالهم جميعا، وهو وحده يجازيهم عليها. إذن الله لا يخفي عليه أي شيء من أعمال يقوم بها الإنسان. قوم عاد عزيز الطالب وثمود قبائل عاشت في الجزيرة العربية قبل آلاف السنين، وهي من الأمم السابقة التي أهلكها الله تعالى بفعل معاصيهم واستكبارهم وتكذيبهم أنبيائهم وفسادهم في الأرض وطغيانهم، فأهلكهم الله تعالى مع ما تمتعوا به من قدرات هائلة. فقد كان قوم ثمود ينحتون القصور في الجبال، أما قوم عاد فأهلكهم الله تعالى بسبب تكذيبهم نبيهم سيدنا هود وإفسادهم في الأرض. هناك ربط عزيز الطالب هذه الآيات سورة الإسراء والوحدة الثالثة، هي تعد الجلوة العشائرية من العادات مربوطة مع التربية الاجتماعية، وتعد الجلوة العشائرية هي من العادات التي فيها بعض الظلم، لأنها تحمل من لم يقترف خطأ مسؤولية غيره وأخطائه، وتترتب عليه آثارا سلبية، منها الشعور بالظلم والخوف والتوتر والاغتراب. إذن عزيزي الطالب، بعد أن قمنا وتعرفنا على الموضوعات التي تحدثت عنها سورة الإسراء، وهي مسؤولية الإنسان عن عمله، مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى، عاقبة المفسدين، عليك أن تفكر قليلا حين يعلم المسلم أن أعماله في الدنيا تدون في كتاب وتعرض عليه يوم القيامة، فماذا ينبغي له أن يفعل؟ قم بالتفكير بهذه الإجابة عزيزي الطالب. بعد الانتهاء من الشرح الدرس سنقوم بحل أسئلة اختبر نفسك، نقترح عنوان المناسب للموضوعات الآية، نبين معنى الترف، نستنتج مظهرين من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى، ونعلل سبب العقاب والدمار الذي أصاب الأقوام السابقة. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.